في فير بلاي نحكيه على مستقبل سليمان، حاليا ممثل الولايات القبلي الوحيد في الرابطة المحترفة الأولى، ومعنا محمد التويتي الناطق الرسمي باسم الهيئة متاع مستقبل سليمان. سي محمد أهلا بيك. مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على استضافتي. بون ترافاي في السخانة ذي في الصيف ذي. أي رب يكون معنا إن شاء الله ومع تونس الكل اللي يسمعوا فينا. سخانة كبيرة اليوم. باهي سي محمد، شنو الجو في سليمان؟ سخونة مش سخونة؟ نحكي على مستقبل سليمان بالخصوص. احنا الجو معناها الجو بتاع الطقس ولا الجو جو جو الفريق؟ جو لاباس سليمان نعرفوا الطقس باهي ديما بحر ودنيا حاجات كيما هكا. لا بالنسبة لسليمان اون طون كليما باهية برشا بلاد ميسي، انا تسمم معناها بارامتر بتاع حوايج تونس معناها الكربون كله مزيان هو اللي قلناه عاد ويزيد سنة معناها البلدية سليمان قامت بأكثر من الواجب، عندنا سنة شط ممتاز جدا صحيح دخلت معنا لفاء المشكورة الحمد لله. مرحبا بكم يا سيدي في سليمان وني تري تري بيان. سنة البحر بتاع سليمان في الناسيونال كيما معناها مستقبل سليمان ايه والجمعية شنو الأخبار؟ كيفاش التحضيرات للموسم الجديد؟ ايه وني تري تري بيان ايه وني توجور بي سور تير. احنا تو في ستاج الحمد لله في حمام بورقيبة معناها اون ترمين تروا جوي عملنا دو ماتش اميكا، عندنا معناها دو ماتش اميكا وعندنا ان تروازيام ماتش اميكا مع ليتوال في بالي لو دو جوي. ليفكتيف تاع الكل احنا فرحانين بيه، الاولاد اللي عندنا الكل معناها اوني تري تري بيان، تحضير ذهني تحضير بدني تحضير فني كي ذكي وتحضير خاصه بدني معناها انا تري بيان معناها ريبري فيزيكمون، فماش ضربات فماش اصابات وفرحانين بالاربع خمسه جوهرات اللي كنا معناها خبيينهم وما دخلوش في ليكيب وكنا نحضروا فيهم سيزون جاي خاطر المستقبل سليمان بالنسبه لي احنا انا ريبري معناها كوم سي معناها اون فا معناها ترميني لا شين نكملوا سيزون تاع السنه وبالتالي اوتوماتيكمون باش ندخلوا في جددتوا سي محمد عقد واحد من اهم اللاعبين في الفريق اللي هو رشيد العرفاوي، كان ظهر لي مطلوب بالملعب التونسي لاعب في نهايه عقده. كيفاش حكي لنا كانت سير المفاوضات معاه رشيد ولا كيفاش بالضبط؟ والله ان شاء الله يسامحونا شويه وسائل الاعلام، انا عمرنا ما غلطنا حتى شخص وما غلطناش، اما تكتمنا الحقيقه اسلام. علاش تكتمنا؟ على خاطر احنا ما قلنا هما يديم يصرفوا فينا شكون لي جوار فون كونترا بار اكسبيريونس، ما حبيناش نقولوا باهي هاتوا شوفوا كذا خاطر ما همشوهم، فما برشا بارازيت فما برشا الناس يدخلوا في الريزويت فارغه ما في جوار يضيعوا له كونسنتراسيون. اي برمي احنا عمرنا ما قلنا راهو كان عندنا رشيد عرفاوي فون كونترا، كان عندنا زاد عزيز الشتوي باش نجيو لعزيز. احكي لي على رشيد. رشيد رشيد الحاجه اللي عاونتنا وعاونته سهله عليه خاطر زوار فان كونترا يده ما مش ما يمشي حتى في الكوره يلعب مش قاعد ماشي مش ماشي مش عاود مش عاود. وحنا الحاجه اللي شتي معناها اون كومان مع رشيد هو الثقه اللي تبدل، هو عنده ثقه في مستقبل سليمان. تعرف انت معناها مستقبل سليمان ستو ليكيب qui n'est pas assez grande chez l'équipe. On va être grand. Et maintenant, je crois qu'on est grand, mais qui respecte ses engagements. Tu sais, même avant le corona, on a fini de jouer. Donc, Rachid, Mahbou Fisliman, Rachid, c'est un très bon élément qui est très bien respecté. وخلص خالص فلوس. دونك جوار شي يحب هذا هو المكتوب اللي حاسته ويقول لك انا ستاف في مريجل وستاف ميديكال مريجل مستحضرينه على بدن مستحضرينه معناها على وضعه. قال راه فما عرض اخر من ليكون والله ما قلناش انا جمعيه تو نطلع منك انا قلت لك ملعب تونسي ولا فريق معناها فريق احنا نحترمه وخونا سي جلاله. ما رشيد قال لي يمكن العرض يكون اقوى معناها من سليمان ماليا حسب كلام اللاعب، اما قال انا نخير انا في سليمان لاقي راحته وهو في علاقه متميزه مع رئيس الجمعيه الحقيقه ومع كامل اعضاء الهيئه المديره. قال لك انا لاقي راحتي في سليمان ونحب نعاود. والحاجه اللي يعرفها رشيد ويعرفوها الجولات كلها حتى وكان لعبت تسمع فيا على اي اف ام سليمان معروفه في حاجه اخرى دون كره وتحيه لزملائنا في اي اف ام ميساج اكسبريس سامحني توا سليمان معروف عليها كونها سيب جوار معناها وقت اللي يجي عرض لأي جوار موجود في جمعية سليمان الجمعية تلقى راحة الجوار وتلقى ربح الجوار وتلقى ربح هي متشدوش. ما عندناش لي زاريير بونسي وكل الحسابات اللي تحت الطاولة، احنا من محمد علي بن حمود تنجمو تفهم
قبله هو مير بولابيار، قبله هو ياسين الشماخي. لا كوتو سبورتيف سليمان المونتاليتي موجوده عند الهيئه المديره جاء باش يربح، جاء وقت ما نشدوه. دونك احنا في التزام مع رشيد ولا مع اي لاعب ماذا بيه يقفل ساقي يصام سيطير كل واحنا ياخذ اسم كبير ثم مو يجي اوفر بايسي محمد. عزيز الشتيوي سمعنا البارح جد العقد نتاعو، اليوم سمعنا بعرف امريكا للاعب باش يمشي لامريكا، شنو هو الصحيح من الغلط في هذا الكل؟ بالنسبه لنا احنا عرض امريكا سالنا عليه الصحافه وشفته وانا بعد في الفيسبوك فمذكور بعثت لي ما شفته هذا في البارا ادمنستراتيف دون لي كوليس ادمنستراتيف ولا دون لي الكوليس نتاع جمعيه سليمان معنا حتى المحطة عرض رشيد العارفه حاجه الوحيده اللي موجوده كونه العزيز الشتيوي حاجه وحيده موجوده كونه جدد عقد لمده سنتين مع مستقبل سليمان هو لازم معناها مستقبل سليمان هو فرحان بمعناها تجديد العقد واحنا فرحانين اللي معناها عزيز الشتيوي سو تري بون اليمون قاعد في سليمان بعد اليوم غدوة جمعة جاي هرجي كان جاي عرض جدي ما وصل شيء لحد الآن معناه حد شيء ما وصل ديما قلنا يا دو كونديسيون عرض قبل كل شيء قبل الفلوس بربي يجي فيها هذه ستيلا دون مي يجي في باني معناها ريبيتيس كو جدي عرض اللي يكون الجوار ما يمشي بقدره يكون الجوار مش يدخل رونترون مش باش يكون ان تروازيام رومبلاسون ومش باش يكون بنات باش يكون جوار ماشي باش يكبر مش ماشي باش يقعد معناها جوار دونترالمون ويروح وثنين كون يكون عرض ماليا يليق بالجوار هذاك ويليق بجمعيه سليمان راهو ما عندنا حتى جوار عندنا عليه فيتو مسبق باش ما يخرج يجي غدوة عرض الرشيد يجي غدوة عرض العزيز يجي اي جوار يتفضل اما اللحظه هذه نفنت اي خبر يقول كونه عزيز يشتوي جاء عرض من اي جمعيه كان. اخر سؤال سي محمد، وضعيه تيجيني انا غادي اسمع اللاعب مشى لفرنسا وخرج من الدار نتاعو، واضح لنا وضعيته بالضبط. تيجيني انا شوف معناها بكل امانه جوار في علاقته مع الجمعيه لازم يخمم في الربح المشترك. انت ما كنتش تلعب في الترجي. انت جيت تلعب في سليمان مشيت مليح محترم جدا انسان محترم متربي قال راني انا في وقت من الاوقات مثلا ما لعبتش حب تو فوق بلاصتي فك بلاصته بجهده مش خاطر هو جاي من ايكيب كبيره هذيك الترجي التونسي كل احترام وتقدير اما فك بلاصته ومشى تري بيان وترانسفير ماركت نتاعه تحسن شكون الجوار ساسا ما يصبرش يقول لك انا ترانسفير ماركت نتاعي ناخذ الماد جوي والطون جوي معناها قويته وتقوى الفالور تجيني مخه في فرنسا ومخه في الخارج فرامو عنده عائلته غادي دونك في لحظه جوار دار قال لك انا الكونتران نتاع يوفا 30 جوان مانيش اوبليجي بهذا معناها البرونغاسيون صارت وما صح في حتى ورقه ومعاش معناها هو يحب يجي ترينا وخرج من الدار ومعناها قلنا له هكا شطابت معناها ما تنجمش حتى كان جوار احنا نقدروه برشا تجيني نحبوه تجيني ما تنجمش انت وقت اللي يجي هو يغلط ويغيب ما يترنيش ما تبطلش سبور سينو مش يصير تمرد من جوات اخرين ولا غدوة تعقب واحد اخر يقول لك اه تجيني ما تكلموش كلامي انا ما تجيش هذه في الاسبريد جروب راي ليني روج دونك تجيني قلنا له كيف الناس تقول تبط سبور ما هبطش سبور وتعقب معناها وعنده معناها كونسي ديسبلين معناها ما جايش فيه نجم نقول انتهت العلاقة بين مستقبل سليمان تجيني انا نجم تقول انتهت العلاقة بين مستقبل سليمان تجاني أنان نهاية عقده انهاها هو بصفة احادية تجاني متمسك كونه غدوة تسنين جوان يوفى الكونترات متاعي معناها تعمل زي واحد جويلة ما عاش تحكيه معي بالنسبة لتجاني ترانسفير ماركت متاعي مريق لا اسمي دار مليح مركي انا ثلاثة ولا ربع بونت توا انا وقتي جوان مع اللجان متاعي نجم ندبر معناها حاجة في فرنسا عندي في داية جويلة اوت ندبر حاجة باية تعملوا مزيه اونغارد لي بون سوفينير ميتويل وهذه اللي احنا ما حابينهاش حابين يخرج بار لا جراند بور واضح يعطيك الصحه شكرا ليك سي محمد تويتي على كل التفاصيل شكرا برشا يعطيكم الصحه ونعتذر على معناها التدخل يكون معناها متاخر شويه التزامات مهنيه مرحبا بك شكرا ربي يعينك ربي يوفقك وبالتوفيق للمستقبل سليمان موسيقى بعد شويه نستقبل باش يكون ضيفنا رياض مقداد رئيس فرع